السلام عليكم المتتبعين ديالنا، اهلا وسهلا بكم. كنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال، بصحه جيده، بخير وعلى خير ان شاء الله من هذه الجوله الجديده اللي غادي نقوم بها داخل عمارات ويسلان. هاد البلاصه اللي معروفه كتسمى بالعمارات ديال ويسلان، وهي من الاحياء الجديده داخل حي ويسلان. وكنا جينا في السابق لحي ويسلان، ولكن احد المتتبعين ديالنا طلبوا منا باش نجيو الحمارات، فاحنا قمنا بهذه الجوله نزولا عند طلب ورغبه هاد المتتبعين ديالنا. فكنبغيو نحييو وتحيه لحميد اجنص. فحميد اجنص سعيالك من العمارات ديال ويسلان، فتحيه لجميع سكان عماره ويسلان بمدينه مكناس، وتحيه لجميع كازا، وتحيه لجميع المغاربه سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. فتحيه لهم جميعا، وراهم عزاز علينا وكنبغيوهم اكثر من اللي كيبغيونا. كذلك نبغي نقول لكم ونبغي نشكركم على الدعم ديالكم، نبغي نشكركم على الاصغاء وعلى المتابعه ديالكم اللي هي لطف منكم وشرف لينا تابعونا وشرف لينا تشاهدوا الجولات والفيديوهات ديالنا، وهادشي كيفرحنا. فاللي نبغي نقول لكم المتتبعين ديالنا الله يجازيكم بخير، وشكرا لكم بزاف. مزيد من الدعم، مزيد من اللايك، مزيد من البارتاج، مزيد من التعليق ديالكم باش نتفاعلوا معاكم ونعرفوا الاراء ديالكم حول هاد الفيديوهات ديالنا وهاد الاحياء وهاد الاجواء، ونعرفوا الاراء ديالكم بخصوص هاد العمل اللي كنقوموا به، ونزيدوا نبذلوا مجهود ونعطيو اكثر. لهذا تفاعلوا معنا في التعليقات وما تبخلوش علينا لي لايك يفرحونا. فكيف ما كتفرحونا بلايك الله يفرحكم يا ربي. ديما كيف كنقول لكم المتتبعين ديالنا راه نتوما اللي كتختاروا، نتوما اللي كتقرروا، ونتوما اللي كتعطيو اراء ديالكم نحو الوجهه فين غادي نتوجهوا، ونحو الاحياء فين غادي نقوموا بالجولات، ونحو الاحياء اللي كنوريكم جميع الاماكن ديالها، وانتوما اللي كيبقى الاختيار ليكم. فما عليكم الا تكتبوا لنا تعليق الحي اللي بغيتو، وغادي نتوجهوا ان شاء الله باذن الله.
شوفوا معنا المتتبعين ديالنا هاد اللوحة شحال جميلة، فتحية لجميع الناس ديال القطيب، وتحية لجميع الناس اللي كيحبوا النادي المكناسي وجميع المكانزة. صراحة حي وسلان من الأحياء الكبيرة في مدينة مكناس، واللي كيضم عدد كبير من الساكنة. فهانتوما كيف كتشاهدوا معايا الأجواء داخل حي وسلان أو بالعمارات ديال حي وسلان. أخوتي أخواتي، ما لكم إلا تدعمونا، فالدعم ديالكم اللي هو لطف منكم واللي هو لا مشروط، فهذا راه تشريف منكم وليس تكليف. فما تبخلوش علينا، ما تبخلوش علينا المتتبعين ديالنا بلي لايك وبارطاج والتعليقات. ف دي لايك ديالكم كيف قلت لكم اللي جيم راه كتربحنا لواحد الدرجة اللي هي كبيرة. الى هنا سننهي هذه الجولة ان شاء الله باذن الله الى جولة جديدة وحي جديد ان شاء الله. فكونوا في الموعد وانتظروا وحي جديد، فنحن نحبكم دائما. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به، وللمزيد اشترك في القناة لطفا وليس أمرا، فعل الجرس لتتوصل بكل الفيديوهات الجديدة.